تعرض للحشرات في هالمنطقة يا جماعة الخير. شوف شاس مهار. خلنا نشوف شنو اللي موجود، شنو اللي نصيد منه. وكان عندنا الطعم والله بجيكينج كاستنج بأي شيء سواء. التوفيق من رب العالمين، كل واحد ياخذ رزقه في مكان ما هو موجود. احيانا تجلس من الصبح للعصر للمغرب ما تحصل لك شيء، واحيانا تجي ساعة ساعتين تصير لك ما شاء الله كل شيء. وهذا كل شيء بيد رب العالمين. جماعة الخير، تشوفوا هاي صيادنا الصغير شو صايد؟ ها شوفوا؟ ها